نعم. ومن يطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر. تعيين العقلاء من فتح مصر؟ الجواب عمرو بن العاص. طيب. ومتى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان او مستقبلا نحو متى جئت ومتى تذهب. وأيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. وكيف يطلب بها تعيين الحال نحو كيف أنت. وأين يطلب بها تعيين المكان نحو أين تذهب. وأنى تكون بمعنى كيف نحو أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وبمعنى من أين وبمعنى من أين نحو يا مريم أنى لك هذا. وبمعنى أنى لك هذا يعني من أين لك. نعم. وبمعنى متى نحو أنى تكون زيادة النيل. النيل أنى لا يضربك أهل مصر النيل. لا يضربك أهل مصر. طلع الحجاج. نعم. إيش نقول الصواب؟ نيل. ها النيل. طيب متى تكون؟ أجيبوا يا أهل مصر. ها في الصيف يزيد في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء يكون انتهاء الكفارة يعني يقل في آخر الصيف يزيد يبقى إلى إذن الجواب من أهل مصر في الصيف. طيب. وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم نحو كم لبثتم. وأي يطلب بها تمييز أحد المشاركين في أمر يعمهما المتشاركين. وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما نحو أي الفريقين خير مقاما. ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه. فتقول في الزمان أي يوم تسافر، وتقول في المكان أي بيت تسكن، وتقول الحال أي حال تأتي إلي فيها. العدد كيف نقول؟ أي عدد تملكه من الإبل مثلا والعاقل وغيره. نعم حسب ما تضاف إليه. نعم. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى. تفهم من سياق الكلام كالتسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال النحويون الذين يعلمون إن أأنذرتهم استفهام، لكنه يسبك وما بعده بمصدر مع أنه ليس حرف مصدرية. الهمزة ليس حرف مصدرية، لكن هذا التركيب يسبك ما بعد الهمزة بمصدر، ويكون التقدير إنذارك وعدمه سواء عليهم. وعلى هذا فتكون سواء خبرا مقدما، وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مسبوك بمصدر مبتدا مؤخر. نعم. والنفي نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والإنكار نحو والدليل على أن النفي ألا نستفهم النفي هنا إلا. نعم أنها أتت إلا. نعم. والإنكار نحو أغير الله تدعون أليس الله بكاف عبده. أغير الله تدعون هذا للإنكار، ولكنه إنكار بمعنى إيش؟ التوبيخ. إنكار بمعنى التوبيخ. طيب. أما قوله أليس الله بكاف عبده ففي التمثيل به نظر، لأن هذا الاستفهام للتقرير، يعني إن الله كاف عبده. لكن وجه كلام المؤلف أن إنكار النفي إيش هو؟ لا إثبات. أن إنكار النفي إقرار. إذا أنكرت النفي فهو إقرار.
نعم. والأمر نحو فهل أنتم منتهون. يعني المؤلف كان يقول الهمزة هنا دخلت على النفي فهي لإنكار النفي، وإنكار النفي تقرير إقرار. نعم هذا هو كلام المؤلف، لكن غيره من المعربين يقول الاستفهام هنا للتقرير، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك. والأمر نحو فهل أنتم منتهون، ونحو أأسلمتم أي انتهوا وأسلموا. أين أفهمتم مسلمون؟ في تحريم الخمر والميسر والأنصاب، فإن الله تعالى قال رجستم من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التقرير هل أنتم منتهون أو لستم بمنتهين. قال الصحابة انتهينا انتهينا. المؤلف رحمه الله يرى أن الاستفهام هنا بمعنى الأمر أي فانتهوا. المثال الثاني أأسلمتم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، يقول المؤلف أنه بمعنى أسلم، ولكن في هذا نظر، بل المعنى أأسلمتم بعد هذا البيان أم لم تسلم. أما قوله تعالى إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهذه التي يصح أن تقول بمعنى فأسلموا. نعم. والنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، يعني أتخشونهم لا تخشوهم، كقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. نعم. والتشويق نحو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم. ومثل ذلك أيضا هل أتاك حديث الغاشية، مع أن هذه الثانية الآية يحتمل أن تكون للتعظيم، يعني أنه حديث عظيم. نعم. والتعظيم نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تعظيم هنا التعظيم تعظيم من المشفوع إليه. نعم تعظيم الله عز وجل، أنه لعظمته لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله. نعم. والتحقير نحو أهذا الذي مدحته كثيرا، نعم. ومنه قوله تعالى عن المشركين أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يسبها ويعيبها، يعني كانهم يقولون هو أحقر من أن إيش يسب آلهتهم ويعيبها. وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد الوقوع، كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقول المعسر هذا في إيش، مستحيل ولا مستحيل؟ مستحيل، ما يمكن على الشباب يوم، يعني في الدنيا، في الدنيا. نعم لا يمكن أن يعود الشباب، لكن لو فرض أن الإنسان فقد قوته لضعف لا لكبر السن، هل يمكن أن تعود القوة؟ نعم. ها؟ نعم يمكن الشفاء من هذا المرض، يمكن أن تعود. وقول المعسر ليت لي من منكم يحدث الشباب بما فعل المشيب؟ نعم كلكم الحمد لله، ما منكم أحد. أما أنا فلي أن أتحدث وأقول إن سن الشباب أقوى من سن المشيب، يكفيكم هذا الخبر؟ نعم، لكنه خبر معلوم، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. طيب. وقول المعسر ليت لي ألف دينار، وهذا مستحيل؟ لا. ها؟ بعيد الوقوع، لكن قد يقع، ربما يموت للمعسر ابن عم عنده ملايين الدنانير ولا يرثه إلا هذا الفقير، بين عشية وضحاها إيش يكون عنده ملايين الدراهم، أليس كذلك؟ إذن ليس
بمستحيل أن يرزق الله عز وجل الفقير 1000 دينار بين عشية وضحاها، لكنه بعيد. طيب، إذن التمني هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا كقول الشاعر ألا الشباب يعودون، أو بعيد الوقوع كقول الفقير ليت لي 1000 دينار. نعم. وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه يسمى ترجيا، ويعبر عنه بعسى ولعل، نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واضح. إذن الفرق بين الترجي والتمني أن الترجي فيما يقرب الحصول أو فيما يترقب الحصول، والتمني عكس ذلك فيما لا يترقب وقوعه، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه بعيدا منه. نعم. وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية وهي هل، نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل هنا للتمني، يعني يتمنون أن يكون لهم شفعاء فيشفعون لهم عند الله. نعم. ولو، نحو نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هنا فلو أن لنا كرة، يعني يتمنون أن يكون لهم رجع إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين. ولعل، نحو قوله أسرب القطع هل الشكل أرض، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ هذا إنسان مشتاق إلى أهله أو إلى معشوقته، الله أعلم، مر به سرب من القطى فقال يخاطب القطى أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا إيش هو؟ تمني ولا ترجي؟ تمني. ايش قلتم؟ تمني. ليش؟ لانه مستحيل. يستحيل ان تنزل قطعات وتقول خذ جناح طير به، ما يمكن هذا. اذن وتمني. نعم. ولاستعمال هذه الادوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. صح. كل مضارع يقع جوابا للتمني او الترجي فانه ينصب ما بعده. نعم، يكون منصوبا. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالدراسة أو بقراءة الليلة نشوف صيغ الأمر. الأخ ما فعل الأمر؟ الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، ما هو باللام، بلام الأمر. الثالث اسم الأمر، والرابع نعم. إذا قلت للرجل ما، هل هذا من صيغ الأمر؟ لأنه اسم فعل الأمر. طيب، وإذا قلت راعيا في الروضة، هل هو من صيغ الأمر؟ ها، علل. غلط. نعم، مصدر عن فعل الأمر. طيب، وإذا قلت محمود نزل القرآن ليعمل الناس به، هل هو من صيغ الأمر؟ نزل القرآن ليعمل الناس به. اللام لام التعليل. تمام.
لينفق ذو سعة. قل يا أخ من صيغ الأمر لماذا؟ طيب اجتنب، هل هو نهي؟ ليس نهي، مهما أنها ترك الشيء هو أمر بمعنى النهي لكن ليس على صيغته. ما هي الصيغة التي للنهي؟ الصيغة الوحيدة هي الضارع المقرون بلا النهي. بلا النهي مثاله؟ لا تفعل. تخاطب من؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. المثال الأول إذا خاطبت من هو أدنى منك. إذا خاطبت من هو أدنى منك. تمام. طيب هات جملة استفهامية بمتى. نعم أيام تذهب إلى السوق. متى متى تذهب إلى السوق؟ متى تذهب إلى السوق؟ طيب بأي فيصل؟ أي وقت خطأ. أنا أقول استفهام. أي فريقين خير مقام؟ ومن عندك؟ أي رجل زارك؟ إيش؟ أي رجل إيش؟ أي رجل جاءك؟ تمام. طيب هل يمكن أن تكون أي استفهام للزمان؟ نعم. متى؟ من يعرف؟ لا قرآن. ارفع صوتك يا أخي. لا يا أضيفت إلى زمان تقول أي يوم تزور، لأن أي هذه بحسب ما تضاف إليه. إن أضيفت إلى زمان فهي للزمان، إلى مكان فهي لمكان، إلى عين فهي للأعيان، استفهام الأعيان إلى آخر. طيب تستفهم عن أحد رجلين بهمزة. قل يا خليل استفهم عن تعيين الرجلين بالهمزة. أنت مسافر أم أنا؟ غلط. رجلين بدون ضمير. أمحمد مسافر أم أنا؟ أمحمد مسافر أم أنا؟ طيب استفهم بها عن الحكم. هنا للتعيين، استفهام للتعيين. الحكم أنت حاضر أو خطأ. أحضر علي الشيخ. كيف؟ أحضر علي. ومنه قوله تعالى أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. متى يكون الأمر أو متى تكون صيغة الأمر للتمني؟ الأخ هنا طيب إذا وجه الأمر إلى غير عاقل مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. بارك. طيب تخاطب رجلا ليس عنده علم بشيء، كيف تخاطبه في الجملة بالجملة؟ قل يا قاضي. خطاب خالي من التوكيد. ها؟ خطاب خالي من التوكيد. مثاله جاء زيد، قدم زيد. هذا نخاطب الإنسان الذي ليس عنده تصور ولا علم بالشيء، يعني لا نجعل فيه التوكيد. لماذا؟
لأن لو زدنا وضاع التوكيد صار لغو لا حاجة إليه. صحيح، لأن لو أضافنا إليه التوكيد أدوات التوكيد صار لغو لا حاجة إليه. طيب ومتى يجب التوكيد؟ قل إذا كان مخاطبه منكرا. مثاله والله إن زيدا لقائم. طيب هذا توكيد كثير، أكدت بثلاث مؤكدات. إن زيدا قائم. طيب ولكن هذا يجب التوكيد، فإن قوي الإنكار زيدنا. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثون، القسم واللام والنون. طيب ناخذ الدرس الجديد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه ما قرأنا هذا. وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، أو وأدواته ثمان: يا والهمزة وأي وآ وآي وأيا وهيا وواو ووا. فالهمزة وأي للقريب. النداء طلب الإقبال في، لو قال المؤلف النداء طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواته. نعم، لكان أوضح، هذا هو النداء. طيب أدواته ثمان: يا والهمزة وآي وآ وآي وأيا وهيا وواء، لكن واء تأتي في الندبة، يعني يندب الإنسان ميتا أو ما أشبه ذلك يأتي بواء. ثم على فصل المؤلف يقول: فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد، وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة، وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، كقول الشاعر: أسكان عمان الأراك تيقنوا بأنكم في بأنكم في ربع قلب سكانه. نعم، في ربع قلب سكانه، في ربع في ربع قلبي بأنكم في ربع قلبي سكانه. وقد ينزل القريب، وقد ينزل هنا يخاطب أناسا بعيدين، السكان نعمان، نعمان الأراك، لكنه لشدة استحضاره إياهم ناداهم منادى القريب. نعم، وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له، إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن، عظيم إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة، حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة، كقولك: أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته، كقولك: أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ظهور كأنه غير حاضر في المجلس، كقولك للساهي: أيا فلان. نعم، قد ينزل القريب من جهة البعيد لأسباب: إما لعلو المرتبة، أو لدنو المرتبة، أو لغفلته، أو لبلاهته، أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا فهمت رجل علمته مسألة من المسائل وعزل يفهم، تقول: يا رجل هذا هو المقصود، يا رجل افهم، هو عندك. ما تقول: أرجل، لا، تقول: يا رجل، لأنه لبلاهته صار كأنه بعيد. طيب إذن الهمزة للداني للقريب وغيرها للبعيد،
وقد ينزل القريب منزلة البعيد أو البعيد منزلة القريب، وذلك حسب السياق. نعم. وغير الطلبي يكون بالتعجب والقسم وصيغ العقود كبعت واشتريت، ويكون بغير ذلك. وأنواع الإنشاء غير وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، لذا ضربنا صفحا عنها. نعم. طيب، غير الطلبي يعني الإنشاء غير الطلبي يكون بالتعجب، مثل ما أحسن زيدا، ومثل قوله تعالى أسمع به وأبصر، ويكون أيضا بالقسم، يكون بالقسم لأن القسم إنشاء، والله لا أفعلن هذا إنشاء قسم، ليس خبرا عن قسم بل هو إنشاء القسم. صيغ العقود كبعت، كبعت طلقت ووقفت رهنت، هذه ما هي أخبار، هذه إنشاء لأنها عقد من الآن، لكنها في الواقع إخبار عما في نفس العاقد. فإذا قلت طلقت زوجتي، طلقت زوجتي، هل تطلق؟ إن كان خبرا عن ماضي نظرنا هل طلق أو ما طلق، وإن كان إنشاء للطلاق الآن طلقت. شوف الآن كلمة طلقت، إن كان قصده أنه طلق أمس نظرنا، إن كان طلق أمس طلقت أمس من أمس، وإن كان ما طلق أمس لم تطلق. كذلك بعت، لو قلت بعت بيتي عليك، إذا كان إنشاء من الآن عقد فليس خبرا بل هو إنشاء، ماذا يقول الثاني؟ قبلت. إذا كان خبرا بعت عليك بيتي، يعني بعت أمس، ماذا يقول الثاني؟ يقول صدقت أو كذبت. طيب، الأول يكون إنشاء وعقدا إذا قبل المخاطب تم البيع، والثاني يكون خبرا إن كان قد وقع أمس بيع فهو بيع وإلا فلا. نعم. الباب الثاني في الذكر والحذف، إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره، وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه، وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى آخر إلا لداع. فمن دواعي الذكر زيادة التقرير والإيضاح، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. ومن دواعي الحذف إخفاء الأمن عن غير المخاطب، نحو الآن الإجاء الحذف والذكر، ما هو الأصل فيما يراد إفهامه؟ الأصل الذكر معلوم، لأن المحذوف الأصل فيه عدم العلم، فالأصل الذكر. وإذا كان ذكر الشيء لا فائدة منه فالأصل الحذف، ولا يذكر إلا لفائدة، يعني إذا كان معلوما من السياق فالأصل حذفه ولا يذكر إلا لفائدة، وذلك لأن ذكره مع العلم به تطويل بلا فائدة. إذا تعارض هذا وهذا فإن الأصل ذكر ما يحتاج إلى ذكر وحذف ما يحتاج إلى حذف. يقول فمن دواعي الذكر زيادة التقليل والإيضاح، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد قول وأولئك هم المفلحون، لو قال أولئك على هدى من ربهم كفى، لأن كل من كان على هدى من ربه فهو مفلح، لكن ختمها بقوله
وأولئك هم المفلحون. التسجيل على السامع لئلا ينكر، مثل أن يقول القاضي للشاهد: هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا؟ فيقول: نعم، زيد هذا أقر بأن عليه كذا. ما يحتاج إلى هذا إلا من أجل أن يسجل على السامع حتى لا ينكر، لا يقول: إني أردت زيدا غير هذا. هنا. ومن دواعي الحذف إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو: أقبل تريد عليا مثلا، وضيق المقام إما لتوجع، نحو. صحيح، من دواعي الحذف هو ما ذكره إخفاء الأمر. تقول أقبل، تقول سرق، ولا 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 تذكر السارق. تقول سرق المتاع ولا تذكر السارق. نعم. وضيق المقام إما لتوجع، نحو: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. أعوذ بالله، ما بخير. هذا سئل كيف أنت؟ قال علي مريض، فسره بقوله: سهر دائم وحزن طويل. اللهم أعذنا من ذلك. المحذوف: قلت أنا عليل، حالي سهر دائم وحزن طويل، فحذف المبتدأ في كلا الجملتين، في كلتا الجملتين. الأول التقدير أنا عليل، لكن قال عليل لأجل أن يبادر المتكلم بذكر الحال، وأيضا سهر دائم وحزن طويل، هذا مثلها. والتقدير حالي سهر دائم وحزن طويل، فحذفها حتى يبين سبب علته من أول وهلة. وإما لخوف فوات فرصة، نحو قول الصياد: غزال. أين الصياد؟ يريد أن يصيد، فيقال له: غزال غزال. ما يقال: انظر إلى الغزال يمشي على يمينك ولا على يسار. لو كان يتكلم هذا الكلام تفوت الفرصة. أو مثل الصياد بيصيد والسلاح عنده، فيأتي مسرعا ويقول: غزال غزال. ما يقول: رأيت غزالا يمكن أن أرميه فأوثقه. ما يحتاج. المهم أنه إذا خاف فوات الفرصة فإنه يحذف. غزال وش تقديرها؟ هذا غزال. نعم. والتعميم باختصار، نحو: والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده، لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. تمام. والله يدعو إلى دار السلام، من يدعو؟ جميع العباد. ولهذا في الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الدعوة عامة والهداية خاصة. نعم. وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، نحو: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويعد وين المتعدي؟ يعلمون ويعلمون. هل يستوي الذين يعلمون العلم أو يعلمون الشيء والذين لا يعلمونه؟ حذف لعدم تعلق الغرض بالمعمول، لأن الغرض هو العلم إثباتا أو نفيا. نعم. ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فيقال: حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل، نحو: سرق المتاع، وقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، سرق المتاع للخوف منها وعليه الجهل. ها؟ الجهل. طيب، الجهل هو الخوف عليه والخوف من يحتمل. إذن سرق المتاع يحتمل أنه أخفاه للخوف عليه، إن تأخذ سلطاته
وتعزره للخوف منه. لو أعلم بالسارق خشي من السارق، هذا الخوف منه. للجاهل إذا كان ما يدري. أما خلق الإنسان ضعيفا فللعلم به، لأنه لا خالق إلا الله. نعم. الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقديم من الآخر لاستراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه. فمن الدواعي التشويق إلى المتأخر إذا طيب الآن التقديم والتأخير من حيث الكلمات، ليست هذه الكلمة بأولى بالتقديم من هذه الكلمة، هذا من حيث الكلمات نفسها، لكن من حيث التركيب لا شك أن بعضها أولى بالتقديم. فالمبتدأ والخبر ما الأولى بالتقديم؟ المبتدأ. الفعل والفاعل؟ الفعل. وهل مجر؟ الاستفهام له الصدارة معروف، لكن كلامنا على إيش؟ من حيث الكلمة، كلامنا على الكلمة من حيث هي. نعم. فمن الدواعي التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. وتعجيل ماذا يعني الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي؟ يعني الإنسان خلق من تراب، هو الآن جاب هذا البيت الفخم اللي يذهب الإنسان في تصوره كل ما ذاك، والذي حارت البرية فيه حيوان مستعدد من جماده. لو قال الإنسان تحير فيه النفوس أو البرية، كيف خلق هذا الإنسان الفاهم الناطق المتحرك من جماده؟ وتعجيل المسرة أو المساءة، نحو العفو عنك صدر به الأمر، أو القصاص حكم به القاضي. لو قال القصاص منك كان أوضح. القصاص قد يكون من لغيره وربما يسر به لا يساء به، لكن القصاص منك حكم به القاضي. كل حال الإنسان عجلت له المسائل، لكن العفو عنك صدر به الأمر. الأصل أن يقال صدر الأمر بالعفو عنك، هذا الأصل، لكن تعجيلا لمسرته قلت العفو عنك صدر به الأمر. والحقيقة أن هذا الكلام في حد ذاته على هذا التقدير فيه ركاكة، فيه ركاكة، لكن المقصود ضرب المثال. إذا أردنا أن نعجله البشارة ماذا نقول؟ أبشر فقد صدر الأمر بالعفو عنك. أما العفو عنك صدر به الأمر هذا لا شك أنه ركيكة، فليس ببليغ، لكن المؤلف أراد بذلك ضرب المثل. كذلك القصاص حكم به القاضي، يعني القصاص عليك. وهو على كل حال أول ما يسمع القصاص ينفر ويخاف ويرتعد، لكن لو قال حكم القاضي بالقصاص عليك صار عند قول القائل حكم القاضي بين ايش؟ هل علي او لا؟ اي نعم. وكون المتقدم محط الانكار والتعجب، نحو ابعد طول التجربه تنخدع بهذه التجربه نحو ابعد طول التجربه تنخدع بهذه الزخارف. ترى هذا من الخطا الشائع، الناس يقولون التجارب والتجربة، هذا غلط لغة لا يستقيم، بل هو بكسر الراء في المفرد والجمع، تجربة وتجارب. قال الشاعر قد جربوه
فما زادت تجاربه. نعم. والنص على عموم السلب أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزغارف، هذا محل إنكار التعجب، لأنه بعد طول التجربة يجب أن يكون الإنسان حذرا منتبها يقظا، فلا يكون منخدعا. ومثل قول الموفق رحمه الله: أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فأصدق. الشاهد قوله: أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر. نعم. والنص على عموم السلب أو سلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع. فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. هذه مسألة مهمة. إذا قلت سأل السائل: هل كلمت فلانا أو فلانا؟ فقلت: كل ذلك لم يكن، هذا نفي إيش؟ عموم السلب، يعني أن لم أكلم هذا ولا هذا. وإذا قلت لم يكن كل ذلك، ففي احتمال أني لم أكلمهما، أو احتمال أني لم أكلمهما جميعا، بل كلمت واحدا وتركت الآخر. فعندنا عموم السلب وسلب العموم. عموم السلب متى يكون؟ إذا قدمت صيغة العموم على النفي. وسلب العموم إذا قدمت النفي على صيغة العموم. طيب، في بعض ألفاظ حديث اليدين أنه لما قال له ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: كل ذلك لم يكن. من أيهما؟ عموم السلب. نعم، يعني معنى لا كان هذا ولا هذا، لكن لو قال لم يكن كل ذلك صار من سلب العموم. والسلب هنا بمعنى النفي. والتخصيص نحو ما أنا قلت وإياك نعبد. نعم، هنا قدمنا المعمول، وتقديم المعمول يدل على الاختصاص. نعم. والتخصيص نحو ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواعٍ خاصة. حرك خاصة. حركها. دواعٍ خاصة. نعم. لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر آخر، فهما متلازمان. نعم. معلوم، لكن إذا ذكرت دواعي التأخير، دواعي التقديم، عرفت دواعي التأخير. نعم. الباب الرابع في القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي. انتبه إلى أن القصر يعني الحصر، فهو يسمى حصر ويسمى قصر، لأن الحصر قصر شيء على آخر، فهما بمعنى واحد. أليس كذلك يا محمد خليل؟ ماذا قلت؟ قصر إيش؟ حصر. طيب،